اهلا وسهلا. طبعا تشكيل كيان موحد يمثل هذا الفصيل المحترم من ابناء الوطن. هذه كانت توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا. ومن اهداف هذا المجلس اولا الحفاظ على وحدة الوطن وسلامة أراضيه. ثانيا تكوين ظهير شعبي ووطني قادر على دعم السياسة العامة للحكومة المصرية ومساندتها لتحقيق أهدافها التنموية. ثالثا الإسهام في حفظ الأمن واستقرار البلاد ومحاربة الإرهاب. رابعا توحيد جميع القبائل في هيكل واحد لتفعيل دورها وعدم تشتيتها. رابعا التواصل بين المجلس والمؤسسات العامة للدولة لتقديم الخدمات للمناطق الحدودية. خامسا سرعة التدخل لحل المشاكل والنزاعات التي تنشأ على الحدود مع الدول المجاورة. ستة توعية وتنبيه أبناء القبائل المصرية وتحصينهم من الأفكار المتطرفة. سابعا الاهتمام بالتنمية المستمرة باستخدام المواد المتاحة في المناطق الحدودية. في مرحلة تعتبر في تاريخ مصر من أصعب المراحل. المرحلة دي أنا اسمحوا لي أنا مش كاتب ورقة ولا أتكلم من ورقة، ولكن أتكلم من قلبي لقلب كل مصري وطني مخلص. الفترة اللي احنا عايشين فيها دي طبعا احنا بعد 30 يوليو حصلت شبه كارثة بالنسبة للغرب، إنه المخطط بتاعهم بتاع سايكوس فيكو ده يعتبر 30 يوليو حطمته اللي هو تقسيم الشرق الأوسط الجديد. و اللي حاصل دلوقتي في المنطقة اللي احنا عايشين فيها عبارة عن صراع، والصراع ده علشان يكسروا آخر حاجة في الشرق الأوسط وهو الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية. لكن طبعا ده وهم. احنا المجلس القومي أول ما بدأنا نشتغل فيه احنا اشتغلنا على أساس إن احنا يكون لينا ظهير شعبي. الظهير الشعبي ده هيساند القوات المسلحة. بدأنا نتفاعل مع المخابرات الحربية. المخابرات الحربية بدأت تتفاعل معنا وتساعدنا. نساند الدولة، نساند الرئيس، نساند القوات المسلحة في كل الإجراءات اللي بتتم النهاردة. بنقول إن إحنا نعتبر نفسنا جنود في هذا التوقيت لخدمة الدولة. وخدمة مصر ومساعدة على ما يحدث على الحدود لمكافحة الإرهاب.